يا السلام عليكم، وياكم احمد ابو شاب. طبعا هذا احمد ابو شاب هو اخوي، هواي اكو عالم منتقده، يعني تقول ليش الضوجه وما اعرف شنو تريد تطش براسه. لا، هو الاخ قابل، هو النوبات ما اصوره يقول لي صورني، فجاي يشوف العالم يعني ينتقدون انت ليش الصوره والضوجه. هذا احمد، انت ضايج من يمي؟ لا ما ضوج. سمعتوا؟ قول ما ضوج. واكو شخص يعني جاي يمثل الحاله الانسانيه براسي، يعني عود هو عنده حاله انسانيه وينشر مقطع يعني ما اعرف شنو، عنده مقطع مع سلحفات بالصحراء. انا ساحق عليه سلحفاه، يعني تعرفون محوطه بعظام يعني قويه، اذا سحقت السياره هاي الكبيره، اذا سحقت السياره ما عليه شيء، مجرد يعني محوطه شلون القوقعه مال العظام. فانا شلون دست عليه جاي اشوفه، ما قلت شلون يعني القوه مالته قويه. فيه هو شو مسوي؟ عود ناقل الفيديو مالتي وناشره بالفيس يعني بالحساب مالته، وحاط فيديو مال سلحفات شلون يوكلون بين، عود هو يقارن بين انا دايس عليها وبين ذولي جاي يوكلون بالسلحفات. انا من سحقت عليها ما جاي اد السلحفات، جاي اشوفكم شلون العظمه مالتها قويه. فهواي عالم انتقدتني بالتعليق، يعني انا ما احب اعتب عليه لانه هذا عقليته شويه صغيره، عقليته هالقدوته، ولو يفتهم كان ما نشره، كان قال هاي محوطه بعظام ونهى الموضوع. بس هذا الولد شي يدور يدور طشه، صح ولا لا؟ دور طشه براسه وبراس غيري. لا خطيه؟ خطيه يعني عوفه. شو نسوي له؟ قل له اقطع، ما مرد علي. اقطع اقطع. يوم التحدي بين احمد ومؤمل. اشرب ترز حقك، لا تشربه، تحطه بحقك، خليه بحقك. ايش يلا. لا 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 مو ذب ابوك، لا لا يلا يلا استغرب علي، شوف يا يضحك قرب. انا هسه احسن لك مقلب ما يصير انت لو دائما. راح اسوي لكم تحدي بين احمد والعباد. لا 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 يلا واحد يبغى ابو جيب ثاني يضحك ينسطر راجلي. يلا لا لا موش قاعد عدل. يلا ابو ابوك احمد قريب، صير قريب قريب قرب. يمه يموك يموك. اي شوف يا يضحك تبع ابا تضرب دراج والتلوت ما ضاحك. يلا يا يضحك ينضرب راجلي ابو ابوك بعيونه سطره. اليوم احمد مصلح ما طبخات كنا ما شرابي. اما جاي يصلح هلا 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 هل. جاي يضب ما يفتح اقول له. سجادته ما تعرف اسكت، خاف الطومه. تعال 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 فرش راس احمد، فرشي له يوجع. لا ليش ما سوي راس احمد؟ لازم مر احمد مر راسه. لازم ايه؟ لازم احمد مر راسه. خلاص احمد خلينا نقرا لنا كايه القديمه مال احمد السعد. صبرا بعد يا معتقل يل ما شفت راحة، الليل لابد ينجلوهم يطلع صباحة. داخت العالم بيكم لما يمر طاريكم، داخت العالم بيكم لما يمر طاريكم. صبرا بعد صبرا بعد يا معتقل يل ما شفت راحة. رحمة تقول هاي. بس وحدة حتى غني، بس وحدة، كل وحدة حتى غني، بس وحدة بس وحدة بس وحدة حتى غني حتى غني. ما خاف ما خاف لك مال غنية مال غنية. هسه بس كل هاي يلا خلنا غني كلها. أنا جاك التفاح أي ذراعة كلاها فاهم التفاحة. أحمد عشان تتابعونا يوم يا حاضرين فيديو، حتى حظ ما عدنا احنا والله. هذا الفيديو ما يصعد خرب بالحظ. ان شاء الله. قول والله والله, والله يصعد ان شاء الله. ما حد يطلعك يا ابوي. شنو واسه عبطه علي من على الوطنيه؟ انت شاد اهل الوطنيه. ايه ليش شادوا ياهم؟ بس قل لي ليش ليش يوم يطفوها. والله كان خطيه خلص بنزين على اللون. والله هسه شفت الا عفطه؟ ايه ماكو غير شيء؟ مثال
يلا 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 شنو يلا طق المن هاي هاي على وطني بس النور المالكي بعد يا هم عمار ابو نسوان من هو عمار ايش بيا ابو من ابو نسوان طق